مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين عربية. اليوم راح نشرح لكم ميزة عدم الإزعاج. طبعا هاي الميزة بها خفايا وكثير تستفادون منها. حاولوا تشاهدون الفيديو مالتي للأخير وإن شاء الله تستفادون منه. طبعا تظهر الشريط السفلي، راح تضغط على زر الهلال فراح يظهر عندك ميزة عدم الإزعاج. طبعا إذا ضغطت ضغط أقوى راح يظهر عندك عدم الإزعاج لساعة واحدة حتى صباح الغد، حتى أغادر هذا الموقع، وتقدر من تغادر الموقع رأسا يشتغل، أو لو حطيتها لساعة واحدة فصارت لساعة واحدة. بالنسبة لجدول الأوقات هسه نشرحها من الإعدادات شون راح نتأكد من شغلنا صح. فنروح على الإعدادات، راح ننزل على عدم الإزعاج. هنا عندك عدم الإزعاج، إذا مشغلة تقدر تشغلها وتقدر تطفيها. عفوا، إذا مجدول شنو معناتها هذا؟ هذا مجدول يعني مثلا أنت تريده من 12 بالليل للستة الصبح، فراح تفتح هذا الجدول، راح يظهر عندك هذا الجدول، تقدر هنا تسوي أي وقت من إلى، وها هي. أوكي؟ تعتيم الشاشة، شنو معنات تعتيم شاشة القفل؟ يعني إذا أنت بوضع خيار عدم الإزعاج وفعلت هذا الخيار، حتى أي إشعار يجيك ما راح تضوي عندك الشاشة. يعني مثلا بالليل تنزعج تضوي وتطفي، فهاي كلش ميزة كلش حلوة. طيب الوضع الصامت دائما أو عندما يكون الآيفون مقفل، يعني أنا عدم الإزعاج أريده دائما. يعني مثل هسه أنا إذا صورت تجيني إزعاجات مثلا رسالة أو كذا، فأخليه دائما. إذا حطيته على هذا الخيار الثاني فعندما يكون الآيفون مقفلا يعني أنا من أطفي فقط، لكن أنا أريده دائما ما تجيني إشعارات من أشغل عدم الإزعاج. عفوا، هذه هنا الميزة اللي بالآيفون واللي كلش تستفادوا منها، السماح بالمكالمات. يعني انت مشغل عدل المزعاج وعندك احد يريد يتصل عليك، فانت اللي حاططهم فقط المفضلة مثلا، او والدك والدتك اخوتك، فتحطهم بالمفضلة فقط. لو حطيت لا احد ولا احد راح يتصل، لو حطيت الجميع الكل يقدر يتصل بيك. وهنا بالنسبة لكل جهات الاتصال بالمجموعات ممكن. طيب انت حاط المفضلة انه المفضلة وشخص غريب دق عليك، فايفون بهاي الميزة انه اي شخص يتصل عليك مرتين معناتها اكو حالة خطرة او حالة مستعجلة، فراح يفتح الهاتف يرن عليك وتنشال ميزة عليه مع عدم الازعاج. اوكي، هنا بالقيادة طبعا هاي الميزة أيضا كلش مفيدة. أنت وإذا تسوق السيارة، تعرفون إحنا بأوروبا الغرامات كلش عالية، فلو سويتها تلقائيا فأول من تركب السيارة وتسوق راح تشتغل عندك الميزة. لو حطيتها عند الاتصال ببلوتوث السيارة ممكن، ولو حطيتها يدويا أيضا ممكن، فتبقى أنت بكيفك. وبالسيارات اللي عندها كاربلاي ممكن تستخدمها، فقط تنشط هذا الزر وراح تظهر عندك اللي تريد رد تلقائي، اللي تريد يرد عليه لا أحد، الحديثة المفضلة. أوكي، راح يرد عليه أو كل جهات الاتصال، ويكون الرد أقود حاليا، وتقدر أيضا تغير هذا الرد وأنت براحتك. الشيء اللي تريد تكتبه مثلا الآن أو أي شيء أنت براحتك. فهذا هو كله شرح ميزة عدم الإزعاج. شغلة كلش بسيطة فيها مزايا خفية، أرجو أن تكونون استفاديتوا منها. لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة.